هذه حكاية جديدة ما حكاهاش العربي. نص عماد بن حميدة، مونتاج وإخراج محمد بوقطايا، تقديم محمد السياري. يحكيو على الصياد ملي تزرق لينا تغرب وهو رامي صنارته وكل نهار قسمه. وعلاش ما تقولش تعداو عليه أيامات ما نابش عليه ربي، لا بكعيبة وراتة لا بجغالي ولا حتى بمداس. كي تقول كعبة وزفلة الشمس نقبت له راسه وما شد شيء. واللي زاد على غبينته هاك البحر راكح موجة لا تياب كما نقولوا، لا كورينتي ولا موجة قلبت ولا حطت. وساعة ساعة هاك الغرانق اللي حوموا فوق راسه يهبط منهم واحد ويعمل شلبق في الماء ويخرج جابت في منقارو كعيبة سرا برشنا يطير بها. وهاك الصياد يتحمص ويمكنوا الغزول ويولي فحل. فيا مش كاتب لي بزيت. علاش ما تقولش في نهار من نهارات هاك الصياد فد وبدا يسب ويقشتل في الزهر المقود اللي مخليه على الضحضاح. وإذا بيهك القصبة متاعو رعشت وتقوست على الأخر والصنار متاعو تكبس. ثبت في الخيط ومنها قال هذه ظهر فيها مست شل حاجة باهية. الحاصل هكا الصياد نقص تنقيزة واحدة من الحجرة متاعو وبدا يجبد في خيطه ويجبد وهكا الصنارة تجبد حتى لين قريب تتقطع. دنكس راسه منها قال نعرف روحي ما عنديش بخت، الصنارة ظاهر فيها شدت لي في بعض الحجر وباش نترزى فيها. هما مولاها ربي برا نجبت جبدة قوية وكانت قطعت لا يردها يخلف عليا. وكان العمل هكاكا الصياد بدا يطرس معاك الخيط متاع الصنارة ومنها انطرها نطرة واحدة وإذا بيه حوتة كبيرة بذراعين مفرطحة عمر ولا شاف كيفها ولا شاف هكا الألوان اللي جهرته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هيك الصياد فرح بالحوتة وقال هذه مونة متاع جمعة ناكلوا اللي ناكلوا والبقية نملحوه. ومنها جبد مختاف باش يحط فيها كالحوتة ويروح بيها للدار. وإذا بيه يسمع فيها نطقت وقالت له معمولك الرب يا صياد خليني نعيش، راني أمير مانيش حوتة. سحرتني عزوزة استوت لا يرحمها نهار اللي تموت، رجعني للماء تربح فيها أجر وثواب. هيك الصياد بقى باهت في هالحوتة اللي تتكلم كينها بنادمي وقال القسم على ربي. حتى الحوتة اللي استطتها يا رسول الله طلعت تتكلم، أنا ما يعطينيش قلبي باش ناكلها. ومنها قال لك الأمير المسحور عليك أمان الله، ورجعوا للماء وقال خليفتي على الله. وعاود رمى صنارته ورجع يصطاد يستنى يستنى. وقع على هاك الحال حتى لين مسات ومنها طاع عليه المغرب ومش بد شيء. وبدا يسخط ويلخت على بخته المحمم وقال الصبر لله. هذه كم غرفتي شهزت وجبد قصبته لما دوزانه وشد الطريق للدار. هاك الصياد المنكود الحظ هز روحه وروح كركر في شلاكته. ودوب ما مرته شافته من بعيد جاي دلوح في ساقيه وراسه مدنكس دخلت فيه فركة وعود سبركة. قالت له شنوه مروح لي تصفق لا حاكلك. قال لها يا مرأة تقي مولاك وحكي لها عن نهار اللي تعدى عليه بما فيهم هاك الحوتة اللي قالت له اللي هي أمير مسحور. المرأة قالت له كيفاش وبدأت تلوم عليه، شديت أمير مسحور وسيبته يا مذكر، علاش ما طلبتش منه يبدل لنا هالعشة المسخة اللي ساكنين فيها بدار، واحنا كان صيف محروقين وكان شتاء مجمدين. غدوة كي ترجع للبحر قل له يهز هالعشة هذه ويعطينا دار. هاك الصياد قال لها يا امرأة عمل عقلك يا أخي، أنا جبت قنديل على أدينا في هذا المسكين أمير مسحور
وين نعرف عليه أنا؟ بالك شي ما ينجمش يعمل هالشي اللي طالبته. المرأة قالت له يا مصدق تجرب انتي، خسرنا حاجة غدوة ترجع له. تي باهي باهي باهي، طو نمشي غدوة وربي يعمل ليل. وكان لعمل لك كاكا. هاك الصياد من غدوة على الفجار دوب محل عينيه نادى بالبحر وبدأ ينادي على هاك الأمير المسحور. يا سيدنا يا مولاي يا سي الأمير المسحور، وابقى ينادي وما يسمع كان في صوته يجاوب فيه. ووقت اللي صوته بحو أيس يسمع في التبقبيق متاع الماء، ومنها هاك الأمير المسحور في هيئة حوتة بانلو وقال له شنو اللي تحب يا صياد. قال له راني البارح وقت اللي روحت للدار المرأة بقات تلوم عليا، قالت لي كيفاش ما طلبتش من الأمير يبدلنا العشة اللي نسكنوا فيها بدار. وسامحني اللي قلت لك هالكلام يا أخي، أنت قادر على الشيء هذا؟ هاك الأمير المسحور قال له هذا اللي بيك أتمان، برا شد ثنيتك للعشة متاعك ودوب ما توصل باش تلقى دار في بلاستها. وهذاك هو اللي صار. هاك الصياد من حين ولم دوزين وهز قصبته وشد ثنية لدارو، ودوب ما خلط يلقاها دار متاع أكابر تسكت الكبير والصغير، باب بالقمحة قنارية زليز والخام بير وماجل سقايف وقبو، وهاك المرأة بالكانون الدور من تركينة لتركينة وتبخر، والقماري عجعج وعات روس أكحل مذبوح، والسطنبيل يخدم كمبري وش خاشقو. الحمد لله يا رب، الحمد لله سبرتون الجرب، الحمد لله الحمد لله. هاك الصياد ومرتو عداو جمعة في هاك الدار، ومنها المرأة قامت قعدت قالت له زايد يا ولدي الفقري فقري، مش كانت لبنا قصر الخير يا ولد الناس، احنا طالبين دويرة، علاش ما ترجعش لك الأمير المسحور متاعك وتقول له يبدلنا الدار بقصر؟ قال لها يا بنتي شبيك، مخك مزال فيك، اعمل عقلك ما تشبعش، راني نحشم وما نحبش نكثر على كالأمير، يمشيش يتغشش عليا. قالت له شخاسر انتي ما وجرب. هيك الصياد بعد التخرنين متاع مرتو اللي الكامل النوم ما كحلش عينيه وهو حاشم شنو باش يقول لك الأمير المسحور، وباهت في الطمع متاع مرتو اللي كانت تعيش في عشة ولات في دار وما شبعتش. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هيك الصياد كالعادة مشال البحر رماس ونارتو وابقى ينادي يا أمير يا سيدنا يلي سحرتك عزوزة تستوت لا يرحمها نهار اللي تموت. هو هكاك ينادي والماء بقبق، وهكا الأمير المسحور خرج له قال له اش تحب يا صياد؟ قال له سامحني يا سيدي الأمير، راهي المراب ذات تقنقن عليا، عزرتني وقالت لي ما حشمتش على روحك، كيفاش أمير ومدراك تطلبوا في دار؟ ما وعلى الأقل طلبت منه حاجة في قدره وفي مقامه، على الأقل قصر. هيك الأمير المسحور قال له هذا اللي بيك يا صياد، أنت إنسان باهي وقنوع، برا روحت وتلقى قصر بخير وخميره. هيك الصياد روح ومثنية يشوف في سرايا بيضة أبراج وقبب وسناجق تمروح مع الريح، دز الباب وإذا بيه يشوف في نافورة الماء متاعها طالع للسحاب، أخضار وأشجار نوار ياسمين فل سوسن قرنفل عنبر الليل والورد على كل لون يا كريمة، والبيوت عاد تغلط يسكنوا محلة متاع عسكر. الصياد بقى مبلم كاشخ قريب تلعب عليه الدوخة، والبنادر تحزب وتزغريت، ومرت وتدوح تقول في أي سوية. الحاصل فرح مع الفارحين وباتت زيتة وترمبيتة للصباح.
عباد جمعة على هاك الصياد وهو عامل كيف في هاك القصر تقول في جنة، ومنها المرأة قامت قاعدة هزت شنفورها وقالت له شفت قداش نحن على مراد الله؟ كيفاش؟ قال لها شنو كيفاش؟ جاوبته الخير يجينا ليدينا، وانت في عوض تطلب حاجة في المقام طالب قصر ما يجيش متاع وزير. قال لها يا بنتي أحمد ربي، راهي القناعة كنز لا يفنى، وين كنت وين أصبحت؟ إيش تحب أكثر من هكا؟ قالت له نحب قصر متاع إمبراطور، ونولي أنا إمبراطورة، ننقب عينين حماتي حماتك وعينين سلفاتي زيت ولوزاتي وجاراتي وغريماتي، ونخليهم يفركوا حتى يكحالوا من الغزول. رجلها قال لها أعمل ربي في بالك يا مرأة، راهو اللي تعمل فيها حرام، وأنا ما عادش عندي وجه باش نقابل بيها الأمير المسحور، وشكون ضامن لي اللي هو باش يوافق وهالصرايا هذه يردها قصر متاع إمبراطور؟ قالت له ما يهمنيش، دبر راسك وبرالو، ولو كان يتيح الليل وهالصرايا هذه ما توليش قصر متاع إمبراطور من غير ما تروح ولو جوين ثبات. ايش باش يعمل الميت قدام غاسلو؟ هكا الصياد عالصباح مشال البحر خطوة القدام وخطوة التالي، وباش ما نطولوش عليكم بحديث ابدا ينادي كالعادة، يا مولاي يا سي الأمير المسحور يا اللي ماكش حوتة، وابقى على هكا الحال حتى لين بقبق الماء وخرج له هكا الأمير. قال له شبيك يا صياد؟ قال له يا أمير راني حاشم منك، ما عادش عندي وجه باش نقابلك، المرأة راهي ما تشبعش بالكل ومرضاتش بهك السرايا، قالت ما هيش من مقامنا وتحب قصر متاع إمبراطور. الأمير المسحور كالعادة قال له هذا اللي بيك يا صياد، برا روح للدار تو تلقى في بلاصة السرايا قصر متاع إمبراطور. وهذاك هو اللي صار، الصياد روح ويشوف في قلعة بحراسها وعساكرها ومدافع تضرب وموزيكا، وباتوا الاثنين إمبراطور وإمبراطورة في زمانهم. ها يا مراد، شرايك في الخير وفي العز؟ ذر لي الحمد لله، فماش خير من هيك. هيك الصياد ومرتو عدى وجمعة وهما في هاك القصر اللي تقول جنة، البراج متاعو من كثر ما هي عالية النسر ما يقدرش باش يركز عليهم. وهاك المرأة قامت قعدت وقالت لراجلها الصياد يا راجل يا أخي ما حسيتش اللي أحوالنا ما هيش كالعادة؟ قالها بالطبيعة ما هيش كالعادة، كنا في الفقر العينينا، إش بينا توا؟ إش ناقصنا؟ هانا ساكنين في قلعة بيوت مليانة بالذهب والجوهر والمال ما يوفاش، إمبراطور وإمبراطورة اللي يقولك. قالت له ليه؟ الأمير متاعك غشنا. كيفاش غشنا؟ قال لها. قالت له ملايكتها رزينا، غدوة ترجع له وتقول له القصر ما هوش موالمنا، رانا نحبه بلاسة كي ناكلوا فيها حتى شوية نحسوا بالشبع، وكي نرقدوا فيها حتى ساعة نحسوا بالراحة، وكي نتكلموا نسمعوا بعضنا، وكي نفرحوا الناس تفرح معانا. هاك الصياد قال لها انت عمرك ما تشبع وكفرت بنعمة ربي، كنت كي تقعد في القاعة تهز طرناطة تراب، هالخير والخمير الكل ولا عندك بلا روح، احسيبك مولاك.
كنتم مع حكاية جديدة مع حكاهيش العروي. نص عماد بن حميدة، مونتاج وإخراج محمد بوقطايا، تقديم محمد السياري.